نروح بقى لجدول المجموعات، لان جدول المجموعات اكيد لاول مره واحنا بنلعب كاس عالم نتكلم على ان 30 منتخب من اصل 32 لسه عندهم حظوظ في التاهل الى دور ال 16، لم يتاكد خروج اي منتخبات سوى منتخبي قطر وكندا فقط، لكن كل المنتخبات 30 منتخب عندهم كل الفرص متساويه في التاهل لدور ال 16. المجموعه الاولى واللي تتلعب مبارياتها دلوقتي، هولندا في الصداره 4 نقاط، الاكوادور 4 نقاط، السنغال 3 نقاط، قطر 0 من النقاط. السنغال 3، الاكوادور 4. فوز السنغال يضمن ليها الصداره في حال تعادل هولندا مع قطر، وبالتاكيد ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم نتائج هذه المباريات، ومع نهايه الشوط الاول هنقول لكم النتائج باذن الله. طيب نروح للمجموعه الثانيه. انجلترا في الصداره ب4 نقاط، ايران 3 نقاط، امريكا نقطتين، وويلز نقطة. هل تتخيلوا المجموعة كلها متشابكة؟ فوز ويلز على انجلترا يخليها 4 نقاط وممكن تتأهل في حال تعادل ايران مع امريكا، وفي النهاية هنا معيار الاهداف مهم جدا قبل المواجهات المباشرة، لكن ايران اذا كسبت امريكا ممكن تتصدر المجموعة في حال تعادل انجلترا مع ويلز. نروح للمجموعة الثالثة. بولندا 4 نقاط، الارجنتين 3، السعودية 3، المكسيك نقطة. برضو مجموعة متشابكة بنسبة كبيرة، لقاء مهم جدا ما بين السعودية والمكسيك. السعودية في حال الفوز ممكن تتصدر المجموعة، ده في حال التعادل بولندا مع الأرجنتين. الأرجنتين لحقت نفسها وكسبت المكسيك فأصبح عندها 3 نقاط، عندها مباراة قوية مع بولندا، لا بديل الأرجنتين سوى الفوز على بولندا لضمان التأهل، لكن السعودية برضو ما عندهاش إلا فرصة واحدة تكسب عشان تتأهل دون النظر لنتائج باقي المباريات. المجموعة الرابعة مجموعة الفريق الفائز بكأس العالم وحامل اللقب، فرنسا أول الفرق اللي ضمنت التأهل لدور ال 16 6 نقاط، يليها استراليا حققت مفاجأة وكسبت تونس في المباراة السابقة وعندها 3 نقاط، والدنمارك نقطة وتونس نقطة. فوز فرنسا على الدنمارك إدى فرصة إن تونس يكون عندها نسبة بسيطة أو نسبة ضئيلة من التأهل لدور ال 16، ده في حالة إن تونس تكسب فرنسا وبالتالي تونس تبقى 4 نقاط، وبالتالي ننتظر نتيجة استراليا والدنمارك. أفضل نتيجة بالنسبة لتونس إن استراليا والدنمارك يتعادلوا ويبقى استراليا 4 نقط والدنمارك نقطتين، وبالتالي لازم تونس تكسب فرنسا بأكثر من هدفين، وطبعا هيبقى صعب جدا لأن فرنسا حامل اللقب وأبرز المرشحين للبطولة. طب نروح للمجموعة الخامسة. إسبانيا 4 نقط، اليابان 3 نقط، كوستاريكا 3 نقط، ألمانيا نقطة. تعادل ألمانيا مع إسبانيا إدى أمل للألمان إن ممكن يكون عندهم فرصة في التأهل، وبالتالي ألمانيا محتاجة تكسب كوستاريكا بفارق كبير من الأهداف عشان تبقى 4 نقط، تظل كوستاريكا عند 3 نقاط، وبالتالي المواجهة الصعبة أسبانيا مع ألمانيا. أسبانيا لو كسبت تبقى 7 وألمانيا تكسب تبقى 4، ألمانيا هنا تصعد هي وأسبانيا، لكن مهم جدا فارق الأهداف وفوز ألمانيا بنتيجة كبيرة على كوستاريكا، يعني ممكن تعمل نفس النتيجة اللي عملتها أسبانيا مع كوستاريكا. فوز كوستاريكا على اليابان لخبط شكل المجموعة، لأن الكل كان بيتوقع أن اليابان بعد ما كسبت ألمانيا هتكسب كوستاريكا، لكن خسرت بهدف مقابل لا شيء. نروح للمجموعة اللي بعديها. كرواتيا 4 نقط، المغرب 4 نقط، بلجيكا 3 نقاط، وكندا 0 من النقاط، يمكن أكتر فريق ضامن الخروج كندا زي قطر. طبعا مجموعة متشابكة بالنسبة لماتش كرواتيا وبلجيكا. بلجيكا لا بديل أمامها سوى الفوز على كرواتيا، أي نتيجة غير فوز بلجيكا بلجيكا تخرج، لأن هنا عندنا مباراة المغرب وكرواتيا، المغرب يكفيها نقطة للتأهل، وإذا فازت ممكن تتصدر المجموعة. مجموعة مميزة جدا وأداء مميز جدا للمنتخب المغربي وعامل نتائج مبهرة، وده إن ده اللي بيدل على تخطيط تم بين السعودية والمغرب خلال السنوات الأخيرة، في تخطيط كبير جدا في الاتحاد السعودي والاتحاد المغربي عشان نشوف النتائج اللي شايفينها في 2022. نروح للمجموعة السابعة. البرازيل ضمنت التأهل ب6 نقاط في الصدارة، سويسرا 3 نقاط، الكاميرون نقطة، صربيا نقطة. طبعا الكاميرون كان عندها فرصة انها تكسب صربيا، لكن للأسف حصل تعادل 3-3، وبالتالي الكاميرون لا بديل أمامها سوى الفوز على البرازيل، وفي نفس الوقت بتنتظر أي نتيجة إيجابية للبرازيل على سويسرا. طبعا صربيا أيضا عندها حظوظ، كل المنتخبات عندهم حظوظ ما عدا البرازيل هي الوحيدة اللي ضمنت التأهل دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة. المجموعة الأخيرة، البرتغال 6 نقاط، غانا 3 نقاط، كوريا الجنوبية نقطة، أوروغواي نقطة. البرتغال امبارح بعد ما فازت على أوروغواي 2-0 ضمنت التأهل بنسبة 100%.
غانا 3 نقاط وفوزها على كوريا ادها يعني فرصة كبيرة ان هي تتصدر المجموعة في حال اذا البرتغال خسرت من كوريا الا الجنوبية، وبالتالي غانا عندها مباراة مش قادر اقول صعبة لكن تقدر تقول مباراة بعنوان كده الصحافة الرياضية ثأر كروي. كلنا فاكرين مونديال 2010 اللي اتلعب في جنوب افريقيا وازاي قدرت اوروجواي تطلع غانا من دور الثمانية، وكان ممكن غانا تكتب التاريخ وتعمل تاريخ لولا لقطة لويس سواريز اللي جه في اللحظة الأخيرة شال الكورة من على خط المرمى وركلة الجزاء طيحها أسامواه جيان، راحوا لركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي وخرجت غانا. دي مباراة ثأرية بالنسبة للمنتخب الغاني، إذا كسبت أوروجواي تضمن الصدارة والتأهل بنسبة كبيرة لمرحلة الدور التالي. دي إطلالة سريعة على الثمان مجموعات، بطولة ممتعة، بطولة جميلة، حضور جماهيري مميز، تنظيم على أعلى مستوى، كمان التجمع والشعوب العربية عاملة مع بعضها كده يعني شكل مميز جدا في ملاعب الدوحة. نتمنى يا رب تكلل بالنجاح، وبعد نهاية الجولة الثالثة نشوف السعودية والمغرب في دور الـ16، ولو في فرصة لتونس كمان نتمنى يا رب تكون موجودة معاهم، وكمان نشوف السنغال وغانا في دور الـ16 عشان البطولة تحلو أكتر وأكتر مع تأهل أسبانيا والبرازيل وفرنسا والبرتغال. هنشوف بطولة قوية جدا ومستوياتها تبقى أعلى من كده في مراحل الدور القادم بالنسبة لكأس العالم.